بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور هيثم رضا بدر، مدرس مساعد بطنه وسكر في كليه الطب جامعه المنوفيه. اكلمكم النهارده عن مرض السكر من النوع الثاني. طبعا هو من اشهر الامراض واخطرها اللي موجوده تقريبا في كل بيت مصري. اعراضه بتشمل وجود زياده في كميه البول بالنسبه للمريض وعطش مستمر بيحتاج ان هو يشرب ميه كتير. ما تظهر الاعراض دي وخصوصا بعد سن ال40 لازم المريض يتوجه لاقرب دكتور بحيث ان هو يقيس السكر ويطمن هل في وجود سكر في الدم ولا لا. وطبعا طبعا نمط السكر من النوع الثاني بيبقى نتيجه وجود مقاومه للانسولين، ومن الامراض اللي ان شاء الله الاقراص بتجيب فيها نتيجه كويسه جدا، وممكن في بعض الاحيان نحتاج للانسولين في المراحل المتطوره. نتمنى ان ربنا يعافي كل مرضى السكر، ونتمنى ان شاء الله تكون الرساله دي تفيد الناس ان هم يكتشفوا مرض السكر قريب ونتجنب مضاعفاته باذن الله. شكرا.